أستاذ محمد، كيف تنظرون إلى القرار الأمريكي بالتصرف بودائع الشعب الأفغاني 7 مليارات دولار بهذه الطريقة؟ يعني أولا أنا برأيي ما يحدث، ما أسمعه من كثير من المحطات، هناك من هو مع طالبان ومن هو ضد طالبان. الحكومة الأمريكية على الرئيس الأمريكي مسؤولية قانونية أن يتصرف بهذه الأموال كما يراه هو. هذه الأموال أولا أموال أمريكية، أموال التبرعات الأمريكية التي كانت توضع، يعني عندما تعلن أمريكا أنها أعطت أفغانستان مبلغ 1 مليار أو 2 مليار أو 500 مليون دولار، كانت توضع في حسابات لصالح الحكومة الأفغانية وليس لصالح طالبان، الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت صنيعة الأمريكيين، وكانوا يعني الأموال لا تصل كاش أو لا تصل دولارات. سيد محمد، 7 مليارات دولار، 7 مليارات دولار هي بالأصل للحكومة الأمريكية؟ اسمح لي، كانت هذه الأموال التي تتبرع بها الحكومة الأمريكية تبقى في أمريكا، وهذا الحال في كل المساعدات الأمريكية لأي دولة في العالم. هم يعطون يعني أمور نوعية، يعني يرسلون الدقيق والأكل والسلاح كذلك، كل هذا يأتي من هذه الأموال. أما يعني الإفراج، أنا برأيي أنا الذي أسمعه الآن هو إفراج أمريكا عن 3.5 مليار دولار ستدار هذه الأموال عن طريق منظمات الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأفغاني وليس ليد طالبان، لأن أمريكا لا تثق بالطالبان ولا تعترف بالطالبان كحكومة رسمية، وهذا يعني يعتبر خرق للقانون إذا قام الرئيس الأمريكي بإعطاء هذه المبالغ للطالبان وليس للمؤسسات الدولية، هي إبراء ذمة له. أما 3.5 مليون دولار مليار دولار عفوا مش مليون 3.5 مليار دولار هو لم يعطيها لعائلات الذين تضرروا في 11 سبتمبر، لكن وضعها الآن ستدخل في حساب للمقاصة، وسيقرر مصير هذه الأموال المحاكم وليس الرئيس الأمريكي وليس طالبان. إذا كان لطالبان أي مطالب بهذا الموضوع عليهم أن يعني يتعاملوا مع شركة محاماة دولية للتدخل بهذا الموضوع لحماية هذه الأموال إذا كانت هذه الأموال تابعة لهم. فلذلك يعني طب نقطة مثيرة حقيقة، يعني خلينا أستاذ محمد ابقى معي لو تكرمت، شو رأيك بهذا الكلام أستاذ نصر الله؟ في نقطة مهمة قبل ما ننتقل. طيب تفضل. سريعة جدا، منذ 1979 وحتى هذا اليوم ما زالت هناك مليارات الدولارات تابعة لإيران موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبين المحاكم، ولحد الآن لم تستطع الحكومة الأمريكية الاستيلاء عليها ولم تستطع إيران كذلك استرداد هذه المبالغ. يعني أنا فهمت منك بس هيك باختصار أستاذ محمد، هذه ليست قرصنة ولا سرقة، هذا قرار أمريكي شرعي والأموال أصلا أموال أمريكية باختصار، يعني هكذا تريد أن تقول؟ نعم، وأظن حتى البلطجة الأمريكية ستكون أنهم يفرضوا على برنامج الأمم المتحدة للمساعدات أن يشتري المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه طريقة عمل المنظمة الدولية للمساعدات الأمريكية التابعة للحكومة الأمريكية لوزارة الخارجية، هذه هي طريقة عملهم. حتى مساعدة الفلسطينيين تأتي بنفس الطريقة، ومساعدة مصر ومساعدة كل الدول. بس لاحظ أنك استخدمت كلمة بلطجة الآن. نعم بلطجة، أنا بقول لك هذه بلطجة، لأنهم يدعون أنهم أعطوا مساعدات لدولة ولكن هي ليست مساعدات، هي مساعدات للشركات الأمريكية ليكون لها نفوذ في المناطق التي يدعون. لا هيك ضيعتني أستاذ محمد، 7 مليارات دولار هاي أموال أمريكية ولا أفغانية؟ أموال أمريكية. أما الأموال المساعدات الأخرى التي كانت تأتي للحكومة الأفغانية كانت تذهب للحكومة الأفغانية التابعة للرئيس غني. الآن يعني تبقى هذه، خليني أقول نقطة قانونية هنا، هذه أموال مشكوك بها، خلينا نقول مشكوك بها هذه الأموال، وفي ظل أن الحكومة الأمريكية لا تعترف بالطالبان تعترف بالشعب الأفغاني، ستذهب هذه الأموال لمساعدة الشعب الأفغاني بطريقة أو بما ضمن المنظمات الدولية، وبلطجت وعربجت المنظمات الدولية التي تعمل سياسة
بقوت الشعوب.